بعد 8 أشهر من التخطيط لمعركة تعتبر من أقوى المعارك التي شهدتها مدينة حرسة منذ بدء الحراك المسلح، تمكن فجر الأمة وجند الملاحم من تحرير ما يقارب 250 مبنى في حي العجمي، إضافة لقطعهم طريق الإمداد الرئيسي لإدارة المركبات التي تعد ثاني أكبر إدارة في سوريا، إضافة لكونها أكبر غرفة عمليات لمعارك الغوطات الشرقية. تم بفضل الله تعالى تحرير هذا الطريق بفضل مجاهدين فجر الأمة وجند الملاحم، وحررنا البلدية المغفر 200 مبنى بالعجمي، وحررنا في يوم كان الفرن فرن الحرية، هذا الكوع كل هذا تحرر بفضل الله تعالى، وهي إدارة المركبات وصلنا تقريبا لعندها. لا تزال المعارك محتدمة على أوتوستراد دمشق حمص الدولي كما أكد لنا أحد القادة العسكريين في فجر الأمة، بعكس ما يتم تداوله من قبل قوات النظام بالتقائهم بشرفاء مدينة حرسة لإبرام هدنة تفيد بفتح هذا الأوتوستراد من دمشق إلى منطقة ضاحية الأسد، فيما أكد الثوار أنهم مستمرين بقطع هذا الطريق وأنهم يتعاملون مع أي هدف عسكري. مثل أعلن النظام من كام يوم أنه عم تواصل مع شرفاء حرسة أنه الأستراد بده يفتحه من الشام على ضاحية الأسد، ونحن كسوار ومجاهدين فجر الأمة قاطعين الأستراد قطعا، وأي هدف عسكري عم نشوفه الأستراد عم نتعامل معه فورا دغري. النظام لجأ كعادته إلى اتباع سياسة الأرض المحروقة عند كل فشل لقواته على جبهة القتال، فمدينة حرسة التي كانت تنبض بالحياة وتعج بالصخب جعلتها آلة النظام الحربية خاوية على حجارها. تقدم كبير لكتائب الثوار في مدينة حرسة من خلال تحريرهم لأكثر من 250 مبنى في حي العجمية، لعل أبرزها هذا الطريق الذي يعد الطريق الرئيسي إلى إدارة المركبات. قيس القاضي، قناة الجسر الفضائية، مدينة حرسة، ريف دمشق.